يحل رئيس الوزراء دكتور عبدالله نصور تمام 8:30 ضيفاً على برنامج نبض البلد في قناة رؤيا للحديث معه في حوار مفتوح عن مختلف القضايا والمستجدات المحلية. وكان لنصور قد أعلن مساء أمس انتهاء أعمال اللجنة الملكية للنزاهة، موضحاً أن اللجنة وضعت ميثاقاً وطنياً للنزاهة سيتم الإعلان عنه وإصدار بنوده رسمياً خلال الفترة المقبلة وبرعاية ملكية سامية. من المتوقع أن يعقد تحالف 40 نائباً الذي يضم كتلتي التجمع الديمقراطي والنهضة اليوم اجتماعاً لحسم اسم مرشحه لرئاسة مجلس النواب للدورة المقبلة، وسيختار الائتلاف مرشحه من خلال التصويت الداخلي للأعضاء الائتلاف في حال لم يتم التوافق على مرشح بعينه. ويتنافس على الفوز بترشيح الائتلاف النائب عدنان العجارمة مرشح كتلة التجمع الديمقراطي والنائب عساف الشوبكي مرشح كتلة النهضة. وصل المبعوث الأممي إلى سوريا والمنطقة الأخضر الإبراهيمي اليوم إلى الأردن للقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة وعددا من المسؤولين. وتأتي زيارة الإبراهيم القصيرة إلى المملكة ضمن جولته الإقليمية الهادفة لتحضير والتشاور حول مؤتمر جنيف 2 الهادف لإحلال السلام في سوريا. أكدت الدول المشاركة في اجتماع أصدقاء سوريا في لندن مواصلة مساعيهم لإقناع المعارضة بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 الهادف لإحلال السلام في سوريا. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن واشنطن اتفقت مع لندن على أهمية الحوار والانتقال السياسي للسلطة لإنقاذ الأرواح في سوريا، مشدداً على أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته وقدرته على حكم الدولة، وأن الاستمرار في انتهاج طريق الحرب سيؤدي إلى المزيد من اللاجئين والمتطرفين.